السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة Free Fight عربية. مرحبا بكم في هذا الفيديو والذي سنتحدث من خلاله عن بعض أخطاء بادر هاري والتي سببت في خسارته ضد كل من بنجامين أديغبوي والبولندي أركاديوس جوسيك. لكن قبل ذلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. على الورق لا يمكن أن نقارن كل من بنجامين وأركاديوس مع أسطورة الكيك بوكسينج بادر هاري، لكن هذا الأخير أعطى فرصة للكثيرين من أجل إدخال هذين المقاتلين في خانة الأبطال بعدما خسر ضدهم بأخطاء ارتكبت بسبب التراخي وعدم احترام الخصوم. فلنشاهد جميعا هذه الأخطاء ونتمنى ألا تكرر مرة أخرى في قادم نزالات الباد بوي. هذه الهفوات فقط تكون ضد خصوم غير مصنفين، وهذا ما يؤكد أن بادر كان يفكر فقط في الضربة القاضية ونهاية النزال، وهذا ما يجعله يفقد التركيز والدفاع ويفكر فقط في الاندفاع. فمثلا ضد المقاتل الهولندي ريكو فيرهوفن كان بادر هاري يدافع ويهاجم، كان يلعب صراحة بطريقة جد رائعة وعرف كيف يصطاد النقاط، ولكن ضد هذين المقاتلين أي كل من أركاديوس وبيني صراحة كان مندفعا أكثر من اللازم، وهذا صراحة ما جعله يخسر النزال بالضربة القاضية، لأن هذين الخصمين أي بيني وأركاديوس الحل الوحيد الذي كان عندهم هو انتظار ومراقبة هفوة من البطل المغربي بادر هاري، وهذا ما حدث بالضبط. نتمنى ألا تبخلوا علينا بآرائكم في صندوق التعليق أسفل هذا الفيديو، ونتمنى عودة قوية للبطل المغربي بادر هاري. وقبل الختام شكرا لكل هؤلاء الأبطال الذين تفاعلوا مع ابننا رايان والذي جعل العالم كله يقف وقفة رجل واحد من أجل التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. شكرا كذلك لجميع شعوب العالم. لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإن لله وإن إليه راجعون.